ما بين لحظات غياب وبين لحظات عناق، يا حظي تكفى دخلك فرحتي تمها. من عادة الناس دايم يكرهون الفراق، عسى اللقاء يا جماعة الأحباب ويلمها. ضاق الفضاء يا كفوف الوصل والصدر ضاق، وأنا بروق الوصال تلني يمها. شباب هلا حما يحصل اللي قال لي يذبح الاشتياق. كيف الحال؟ هلا بكره. كيف الحال؟ عساكم طيبين؟ السلامة، عساكم بخير. الله حيهم، شو الاخبار؟ عساكم طيبين؟ لا ندمت بالله. ارحب وحي يلا حي. ساك طيب؟ شلون ارحب؟ ما راح. هلا شي عبد الله. من عادة الناس دايم يكرهون. كيف الحال؟ حيهم. كيف الحال؟ الحال طيب. كيف الحال؟ طيب. احباب كيف الحال؟ ساك طيب؟ وانا بروق الوصال تلني يمها. كاملين؟ كامل وجه الله. سعد وانت في السيم في المطبخ مع الدريشه. سعد يا مع الدريشه. يا مرحبا يا سعود. الله يوقيك حيا ابو طحوس. يا مرحبا يا سعود واهلي. ساك طيب؟ يمكن شاك عبد الله. ساك طيب؟ يلا حيه كهذه شاله. ساك طيب؟ شاك جبل. ساك طيب؟ تبقى. يلا حيه شاك عبد الرحمن. عايزك شو؟ كيف الحال؟ ساك طيب؟ يلا حيه شاك. ساك طيب؟ هل هو ولا لا؟ شيخ لبعينك شاي طاهر. طيب يلا حيه مخلد. كيف الحال؟ هلا ابو هادي. ارحب. مرحبا. ساك طيب؟ ساك بخير. هلا هلا بالشيخ. مرحبا. مره ثانيه. اوكي يلا حيهم. واضح حصل. لم يلا حيهم. شاكم مساكم طيبين. يا مرحبا بكم واهلا ترحب بالحياة. عارفين الفقره اكيد. الله يوفقنا وياكم. عز الله الاسبوع اللي طاف. اقسم بايات الله انكم ابدعتوا ابداع. اي والله اني صادق. اي والله اني صادق. بيض الله وجهك. مرحبا وروح. كيف الحال؟ الله يحييك. مرحبا. شلون في ذمتك؟ مددنا الله يرجع دوبك. بالعافيه يا ابو رباح. الله يوفقنا وياكم. قبل نعرف من اللي معنا الليله، اذكر نفسي واذكرك اخي المشاهد بالوقف في مكه، جمعيه رو 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقه. تذكر الصدقه، تذكر اي شيء، تذكر موتاك، تذكر الكل. 300 ريال مدى الحياه. الله يوفقنا وياكم ان شاء الله. تبون تعرفون من معنا الليله؟ ودكم من توقعون؟ لا انت خلاص ماكو. ان شاء الله احنا توكلك بعيدين. خلني اقول ان شاء الله ان انا ايه ابشر. طيب قبل ليه؟ حق ما عليه. انت كفو. طيب شغلونا المقطع نشوف من اللي معنا. من اللي معنا؟ يمكن معنا، يمكن يطلع في المقطع الحين. نفس حق ابراهيم. لا لا المقطع فيه مقطع حلو. وين المقطع؟ لا رونا المقطع بدون ما نبغى، مش مستعجلين.
ما أرون شيء. خلهم شوي. على راحتك على راحتك يا حبيبي، سوي اللي ودك. رزت واحد يمكن تجيها كاميرا. يا رشيد يا ربي. شوف كيف رشيد. تكفى يا بابا. لا 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 شوف. هم عجلي. علي. ماذا قيل عن متسابق فقرة عناق لهذا اليوم؟ قيل إنه أدهش المشاهدين باحترامه وأسلوبه وروحه المليئة بالطاقة، وفرض احترامه على إخوانه المتسابقين، وأثار المشاكسات وصنع الضحكات وتملك الشاشة عند ظهوره. من هو؟ من هو؟ أنا؟ أنا أقول لك متسابق فقرة عناق، حسب الظاهر أنكم جاهز؟ ها؟ تبغين عيدة؟ ها؟ تبغين عيدة؟ لا طيب جاهز؟ تعرفون من هو اللي معنا؟ تدرون من هو اللي هلا جايين؟ توقع أنا أنت يا سعد علي هادي، توقع أنا أنت وأنت يا صد ودي، لكن ما ندري إيش اللي. طيب ركب الصورة على جبر، هلا اللي جايين. يا رب كلام استاهل. يلا يا رب الله يخليك. أنا صدار معك جن الله يخليك. الحين خلاص ما عاد يزعجني في الصبح يقولنا قصص. لا خلاص سريع سريع. تبغى تعلمه؟ طح أسير. لا هي موجودة، يجيك الدور. ليه؟ حو لا هلا ابو راجع يلا حيه حبه يلا صحني صديقك. رحت انا وياك وجيت انا وياك ولا خلينا ديره، لكن الليله ما انا بخويك يا حبيبي. اوكي بيلين قلبك ان شاء الله. لا مايلي مستحيل، حالك بيمر على حال الرجل اللي قدامك. شوف يدك. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. لا يمني. طيب كنترول، رونا ضيوفنا الليلة. هم جاهزين؟ جبر أتمنى منك حاجة واحدة، إنك تكون إنسان أي حركة فقرت أنت تخرب على نفسك تخرب على اخوياك. فاتمنى منك حاجه، الركاده والعلوم الطيبه، وان شاء الله انك تحل. ان شاء الله بإذن. نقول ان شاء الله باذن الله. نشوف من اللي ما توقع ما توقع صراحه ما توقع. والله الوالده في الديره. ايوه ما ادري عاد الوالده والله ودنا جات. وابوي بعد بس يمكن عبد الله اخوي. ايش دراك انهم في الديره؟ في الديرة. ايش دراك؟ طلعت في 24 وخبرهم في الديرة. ولا معك؟ لا والله خبرهم في الديرة ومجيها للرياض قريب. ايش تقول يا سلطان؟ ممكن تحطون على الصوت على سلطان، خلنا نسمع ايش يقول. ايه ارحب يا ابو جابر. ايش تقول نواف وعلي هادم؟ اعلمه بالشعور عندك ولا كيف الشعور؟ والله ما قدرت اجاوب. يعلمنا بالشعور، كان متوتر. ايه شعور التوتر والله. ان شاء الله جابر عسى الله يعين جبر عسى الله يمدي ان شاء الله ابراج. معنا صديقي، رحت انا وياه جيت انا وياه بس الليله. لا الليله هنا لا انا ولا انت. تدري ما بعد قريتها؟ سلك روك اياها مع الجوه. خلاص تخلص من الارتباك باذن الله. اني ما اقوم من الكرسي ذا لاني مقابل امي ان شاء الله برا باذن الله. باذن الله. من امك جات؟
عندي احساس انها جت باذن الله. والله ودي يا ابو راجع انها جت. والله ودي انها جت يا رب. اما فرحتي لكن ودي انها جت والله. تكفى يا ابو جاب بشتري انها جت بس بتشوف ما عشان شد حليف الاسئله ما اظن. اعذرني والله ودي. طيب من هو؟ بتشوف ابوي الله يخليه لي. الله يخليه لك يا رب العالمين طول عمره. تسمعني كنترول يا سلام. ايش رايك فينا وياك كذا؟ تذكر صورتنا وحنا في عمان يوم حنصور ان شاء الله نتشوي. تذكر تذكر يوم حنا في الفندق كنا نسولف تلقى انا يمكن تشفع لك الليله ما اظن. باذن الله لاني ادري انك مشتاق واجد في ذمتي واجد واجد. اي والله فما اظن يعني ودي انك ان شاء الله تحل اسئله علشان ان شاء الله الاسئله اني اعرفها زين بس ان شاء الله انك بتساعدني فيها باذن الله. اي شوف 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 هناك شوف هناك شوف هناك شوف صورتي انا وياك. ايه تشوفها الحين ايش رايك فيها؟ خير خلنا نصورها معك. يلا صوره صوره اعطنا صوره انا ويا جبر. تعرف ذولا ود... لا لا خلها بعد غبشها غبشها بعد. تعرف ذولا مرحبا. استرح 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 امور طيبة. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا يا مرحبا مليون. واخوك عبد الله ابن عمي ابن عمك يا مرحبا ترى حبال مطر ترى يسمعونك ارحبوا يا مرحبا خلاص قطعوا عليه الصوت قطعوا عليه الصوت. الله يبقيكم الله يبقيكم قطعوا عليه الصوت ما عاد فيهم يسمعون يسمع. لا تقطع قلبي جميل ايش ذاك موت في الدمعه ذي الحايره الدمعه ذي. نبدا بسم الله. ايش رايك؟ اي والله يبدي ابو جابر الله يوفقك يا ابو راجح. الله يخليك لي. اسئله من عائلتك يعني ما راح تكون. اعطونا الدقه هذيك اللي كانت تاخذ قلوب الرجال عرفتوا هذيك؟ عمو منيب اعطني الدقه تزيد من التوتر بعد شوي. اوه تعرف الدقه ذي؟ طيب جابر فيه يوم انا احس انك ما تنساه لأني أذكر وأنا قريب منك أن اليوم ذا كان فرح عندك وأنا أذكر يوم نزلت الصورة وأذكر كل حاجة. السؤال الأول متى تخرج أخوك عبد الله من الدورة العسكرية؟ أحس أنك ما راح تنسى. أي والله ما راح أنسى. تذكر يوم صورته بالبدلة؟ أي والله أذكر. طيب لكن باليوم بالضبط ولا عام كم؟ اليوم لأنك ما راح تنساها اليوم ذا أو في شهر خمسة. طيب 1443 حلو. شهر خمسة حلو بين اثنين أو ثلاثة حدد لي على يوم واحد. اثنين خمسة ثلاثة خمسة يوم واحد عاد نشوف الصح منه واختار. ما في صح أنا بمشي على الجواب اللي عندي أنا. اختار 3/5. طيب اوكي أي سنة ولد أخوك جفال؟ الله يخليه لي وفي عام 1436 أذكر أنه كان في رمضان لكن قلت لك أي سنة اختار السنة 36 بكون معك 36. طيب في الصفحة الرئيسية في سنابك إيه؟ أنت سويت فلوق أنا أذكره حلو؟ إيه نعم أنا كل سنابي فلوقات. من المنشد اللي صممته على الفلوق؟ فلوق حد الفلوق بالضبط أول فلوق يعني آخر واحد آخر فلوق؟ أيوة نزل انا في سنابي وخلص 24 ساعه ولا منزله في التيك توك ولا وين؟ في الصفحه الرئيسيه موجود. في الصفحه الرئيسيه؟ نعم موجود عندك في صفحتك. وين طيب وين المكان؟ السناب. وين المكان طيب المكان؟ السناب. ادري في السناب منصه الاضواء اخر فلوق
خالد البريك. شوف انا صممت لك انت وخالد البريك، ما ادري واحد منهم والله اني ناسي. وش ترى سيري ابو جابر جنفتك؟ كم المده التي اخذها والدك في الكويت؟ بما اني من مولد الكويت اعرف 4 سنوات. طيب لاني والله ما بدل وجه تلقى انك ممكن تشوف باذن الله اذا الاجوبه صادفت باذن الله. متى تخرج اخوك عبد الله من الدوره العسكريه؟ كم قلت؟ 1443 3 5 اجابه صحيحه. اللهم لك الحمد. اي سنه ولد اخوك جفال؟ كم قلت؟ والله اني ماني متاكد من جفال بالضبط لكن نتوقع انه 36. اجابه صحيحه. اللهم لك الحمد. ان شاء الله مهانه ابو جابر قربت المقاب. يمكن بس السؤال فيه سؤال، حليت سؤالين سؤالين. السؤال الاخير وشو كان؟ من تختار من اخوياك ما يشوفها له؟ اجوبتي صح ولا غلط؟ اسال. لو جاك كل واحد منهم يبى يشوف اهله، لو جاك ترفع؟ طيب لا ترفعون ايديكم، لا ترفعون ايديكم، ماني مختار احد والله. لو ما قابلهم جنف ذاك. طيب ما تبي ما تبي تختار احد؟ يا ابو راجع جبر 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 يا جبر. ما تبي تختار احد؟ جبر ابو راجع. كل اللي بيقابل هدف. طيب اسمع، كل اللي بيقابل هدف مثل ما جبر بيقابل. ما تبي تختار احد صح؟ مره. طيب كنترول سمعنا الصوت اللي عندك، يمكن تختار. سام خلنا نسمع الصوت بعدين نشوف. بسمعك الصوت بعدين بعلمك ببقية الأسئلة، يمكن صح يمكن خطأ. سام سعود أنا ما يخليه يختار لكن بن فادي. كفو يا أبو هادي ما يكزود جاني فداكم يا عيال، لكن كل اللي بيقابل أهله مثل ما جبري بيقابل أهله مرة. جاني فدا روسكم كلنا هلا الله. تكلم عبد الله يا زين الجلسه دي. ابو راجع ابو راجع كلنا هلا يا عيال جاني فداكم. صوت جاهز. انا جاي منهم انا توني جاي منهم لو ما قابلهم وجه له توني منهم. ابو راجع لا تحاول كلنا هلا الله. انا توني جاي انا توني جاي منهم. انا ما صار لي 20 ليل. تكسرني يا ابو جابر لا تكسرني. لا لا اكسرك. انت صديقي صديقي على ما قالوا الشباب صديقي. احبك واجد يا جور. جنيت دراسك تدري اني احبك واجد. الله يخليك لي. بس تبي تسمع الصوت. ما انت مختار يعني؟ مرة مرة مرة. لا والله العظيم مختار. والله مختار. هلي في الرياض مرة. هلي في الرياض جنبه. اي دقيقة اسرع اسرع ارجع محلك. دقيقة ارجع محلك. دقيقة ارجع لا دقيقة ارجع ارجع والله ما قال. طيب ارجع ارجع والله لو ما قابلهم ما اختار ابن امه. ارجع ارجع زين ارجع بعلمك زين علي ارجع بعلمكم. انتوا ارجعوا بعلمكم يا عيال. انا حلفت انا حلفت انا حلفت يا عيال والله ما اختار احد. ارجع ارجع دقيقة. لا حد لا حد يجيني لا حد يجيني والله ما اختار احد يا رجل. كلنا نبي يقابل اهله مو بجبر الحاله والله ما قابل. ارجع ارجع خلاص ارجع. طيب ارجع خلاص تسمعون تسمعون. انا 300 كريم تسمعون تسمعون. زين اسرع اسرع اسرع. مو بالحين مو بالحين مو بالحين والله العظيم والله ما اقول لك والله ما اقول لك. انا حلفت انا حلفت والله ما اقول لك. انا حلفت يا عيال. انا ما صار لي. ارجعوا خلنا نسمع. طيب ارجعني فداك انا ارجع ارجعني فداك. لا لا قول لي الحلقه. لا تحرجني انا ما صار لي علي. ارجعني فداك علي خلاص. يعني والله ما اقول والله ما اقول حلقه. طلبة والله ما اقول والله طلبه. انا طلبه خلاص انا كطلبه. ارجع ارجع خلاص بعد بعد. الصوت جاهز؟ طيب اسمع الصوت.
السلام يا جبر، الله يوفقك أنت وزملك وأنا أنتظرك. جبر استلمت بعلمك، دقيقة بعلمك، ارجع لحديث لحديث، روح وراك بعلمكم، ارجع دقيقة 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 يا رب، ارجعوا وراكم، طيب ارجعوا محلكم. تدري ان اجوبتك كلها صح. الله ما بين لحظات غياب وبين لحظات عناق، يا حرقتك بعد خيلك فرحتي تمها. ارحب يا مواجه ارحب، مرحبا يا الله وجهك، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييك الله يحييك. ارحب كيف الحال؟ الله يحييك. شلونك؟ شلون الصحه؟ لا تعبتوا؟ يا مرحبا ومسهلا، ارحب ارحب يا مرحبا. علي بن هادي ابوي ونعم سبعة انعام حيهم مرحبا. هلا ابو هادي الله حي، الله حي ارحب ارحب وارحب وارحب وهلا هلا يلا ارحب الملك الله حي. زيارتنا نهي بالجبر الحال لكم كلكم الله حي. طيب كيف الحال؟ ارحب هلا وترتنا يا ولد، ارحب ارحب مليون مرحبا ومسهلا. ارحب 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 مرحبا هلا والله يا حرب يحبك الله الله يحفظك الله حيك الله حيك مرحبا الله حيك شو صحتك طيب ارحب يا طارق مرحبا ومسهلا كيف الحال طيب شلون صحتك طيب طيب ارحب الله حيك شلون صحتك طيب كيف الحال يا كيف الحال لا ارحب يلا حيا كيف الحال؟ ايش حالكم يا رجال طيبين؟ كيف الحال؟ الله يبقيكم علومكم طيبين؟ كيف الحال؟ ايش حالكم؟ عساكم طيبين؟ كيف الحال؟ يلا حيا عاش مشاكم طيبين لبيه كيف الحال؟ ارحب مليون مرحبا ارحب هلا ابو رباح الله يحييك يلا حيا ارحب ارحب يلا حيا كيف الحال؟ ايش حالكم الربيع؟ طيبين كيف الحال؟ الحال كله بسمع طيبين مرحبا ومسهلا كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ عساك طيب طيبين كيف الحال؟ ايش حالك من الربيع طيبين؟ حياتك مرحبا ومسهلا كيف الحال؟ عساكم طيبين كيف الحال؟ الله يبقيك ايش حالكم؟ يا مرحبا شو صحتك طيبة؟ كيف الحال؟ عساكم طيبين؟ مرحبا زينة الله يبقيك يطول بعمرك كيف الحال؟ الله يحييك يا والله سودة من جو صراحة ما قصرت فيه قبل أسئلة الأخوي بالتحديد وين أبو جابر وين أسود؟ نبغى نتفاتح أنا وياك ما عليه يلا حيا كيف الحال؟ ايش حالك؟ عساك طيب كيف الحال؟ شيد زعلتنا وفي سعودي بعدين رضيت أرنب وين عنده ولا راح؟ اللي جاي عاده ها؟ موجود في أفجر بعد جاي والله خير ننتبه لا هذا ولا انا له هذه حيران ما تجي ها ما تجي طاح شلون نعس ما في شيء شلون يطاح طاح انا ورا طاح تعال خلو 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 جابوا ورا على كيف لا حد يقول له شيء ولا مين بدنا نجيب قهوه ثانيه ويقعد معنا يجيب لي اغراض اللي معي بجيب مين بجيب الله يبقيك. ها بجيب اغراضي معي بس لا لا خليك على لا خذهم والله خلني علي الله يجيب ما اسمع شو طبيعي كيف الحال؟ كيف الحال؟ امور طيبه كيف الحال؟ عساكم طيبين شلون كلهم باسمه؟ عساكم طيبين والله انكم حقيقه مشرفين كلكم وزيارتي هذه مهي بالجبر الحالة ترى لكم كلكم يلا حي والله اني افخرهم في جبر فيكم كلكم على فكرة ترى جاي الليلة دايركت والله العظيم عادهم واصل والله انه جايين اي والله احنا مرهقين من السفر لكن لا شفناكم الله يسلمك لا شفناكم راح التعب كله مرحبا يلا
الله حيك. الله يبقيك طول. والله ما يسهل. شلونكم؟ انتم طيبين؟ الله يعافيك طول عمركم. زعلتني هو جاهل. الله يبقيك طول عمرك. الله يسلمك طول حياتك، شلون صحتك؟ الله يعافيك. عساك طيب. مرحبا بالنال. الله يسلمك بعزتك. حالك طيب، كيف الحال؟ حاكم الربع طيبين، كيف الحال؟ في علومكم، أموركم طيبة. حنا والله نتابعكم، بس لا جلالة البرايم. قفل. الأسبوع كله نستانس ذيك الليلة. والله كلنا نضيق ليلة البرايم هذه. أرحب. مرحبا. أرحب. الله حي. شلون صحيح؟ كيف الحال؟ عساك طيب. مرحبا ومسهلا يلا حي. الله يحييك. السلام ورحمة الله. الله يبقيك. الله يحييك. يا مرحبا. عساكم طيبين. شلون صحة؟ كيف الحال؟ عساك طيب. شلون صحة؟ كيف الحال؟ عساك طيب. يا مرحبا ومسهلا. أرحب. طيب كيف الحال؟ إيش حالك؟ أمورك طيبة؟ كيف الحال؟ الله يبقيك طول حياتك. يا مرحبا أبو عبد الله. شلونكم؟ الله يبقيك. عساك طيبين. يلا حي. عساكم طيبين. كيف الحال؟ طيبين. شلون صحتك؟ سلام. ندمت. شلون صحتك؟ والله ما أسأل. الله يبقيك طول حياتك. علشان ما تقول إني أجامل وكذا إني جيت أقول لكم تراكم مبدعين وكذا. أسلوب أبو عبد الله. أنت تسألوني أنا. وشوف والله بالنسبة للإبداع والله أنا بالنسبة لي أنا إني أحتار في إني أميز شخص عن شخص. يا سلام. حقيقة. يا سلام. وإن متابعينكم لحظة بلحظة والحقيقة علومكم مشرفة وتنومس ولقاءكم طيب حقيقة ودعمكم للوقف هذا شيء تجرون عليه من رب العالمين والمسلمين يدعوكم والحقيقة أنكم متميزين والله أني أحتار يوم أني أعاين فيكم أني أميز هذا عن هذا ويوم يجي ليلة البرايم والله ذيك الليلة أنا ما نرتاح صراحة لا تحزن هذه الله يعينك لان اللي بيطلع غالي فهمت وبيفقدون اخويا وحنا نفقد احنا برا الشاشات بعد الله يعينك في الجنه جبر اخونا وغالي عندنا جبر طال عمرك اللي مطمني عليه يا من مخاون الحوات الغارمه شروق اي والله هنا كل رجال طال عمرك من حموله وكل رجال من رياجيل نفخر فيهم حقيقه الله يعينك في الجنه استاهلوا والرجال اللي من خوا الرياجيل شرواكم شرواك الطيب ما ينخاف عليه سريع يعني يجاوب في الجنه يا مرحبا والله مسهلا يا مرحبا الله يبقيك يطول عمرك ايش بالكم الليله ما انتم راضين علي ليه؟ ها؟ ما انتم راضين علي؟ بالنسبه لي ابو جابر اللي ايش بعدك الليله عندي بنام والله انا اتحدى انا وياك اذا الليله ابو جابر لا تقولوا شيء تم دامك ابو عبد الله حطيت في وجهك طول عمرك ابو عبد الله لا اصبحنا طلعت الشمس بصركم فيه انا ما عاد موجود لا بيجيكم ثاني مره يبديكم عليه لا بيجيكم ما تدري على طول شلون كل شيء؟ الأرانب بقناها برا هناك ما تعين فيها. ما عاد يبي يمنا. هملها. ها؟ الأرانب والله ما عاد يبي يمنا. حداتنا ولعبتينا. يا مرحبا والله. عساكم مرتاحين أموركم زين. أبشر كل شيء تمام أشوفكم. حنا لا شفناكم مبدعين ترانا نرتاح. ولا شفناكم مستانسين ترانا نستانس. أبشر معجب. إي والله. ولا حتى تأخر من البث تضايق لا تأخر الرجال. تأخر عن الصلاة. الصلاة هي باب كل خير لا من الرجال ضبط الصلاة ضبط العلوم العوبة كله الله يطول حياتكم أنتم رياجيل طال عمرك تعلمونا ما نعلمكم يعلمكم الجنة يا أبو جبر سعد الله يبارك الليالي كلها نهلها الله يطول حياتك الله يبارك فيك يطول عمرك سلام عليكم خلنا راح أجيب جبر وأجيكم علوم الغريف وهلا الغريف هلا طيبين وبخير نحمد الله ونشكره زود بالعافية إيه ما ينقص الغريب هلا لا منكم خلصتوا من برنامجكم هذا تزورونا فيه والله ان شاء الله هذا والله الشيء اللي يشرفنا حقيقي وزيد مثل ما جيتنا اليوم ان شاء الله طلعنا جيناك وحبينا على خشم مرحبا بكم والله مما يسعدنا وما يشرفنا والله طول عمرك انت الظاهر جيتنا قبل انا تسد جيتكم جيتنا صح؟ اي بالله ونعم في الديره والله عليك زود يا طول عمرك الغريب جيت انا وابداح بن زايد السهلي وهادي وهادي الراجس وخالد بن شايع العيافي حضرنا زواج فايز البقمي في تربه وطلعنا بدري معزومين عند سعد الغرمول ومعزومين عند ثلاثة رياجيل وقالوا ما غير ثلاثة رياجيل بس وجبولنا على قهوة وقلنا ترى نبي نمشي للرياض بدري ويوم نظرنا ولا الساعة 9 ونجي الربع في الغريف والخرمة
ولا طلعنا منهم الا الظهر حدود الساعه 3:30 من بيت في بيت من مجلس في مجلس. تستاهلون والله. وعز الله انهم الحواسم غاد. تستاهلون. ما عليكم زور. ويحرمون بالعلوم الطيبه كلهم. ما عليكم زور. تستاهلون. لكن ان شاء الله تعودونا كلكم بزياره. حتى الشباب اللي طلعوا في الابراهيم ما انا معفينهم من الزياره لازم يجونا. الله يعافيك. اي والله على الشيخ. اخونا ولها حق وواجب نجيهم ونسلم عليك. احنا والله ودناكم تشرفونا في محلاتنا. لان زيارتكم انتم لمثلكم وسام على الصدر وتاج على الراس. الله يجعلك في الجنه الشرف لنا نبدا خشمك. جبر جبر ما نعده الا من عظام الرقبه. ما احتاج جبر. وعز الله انه ونعم. جبر خوي عز الله لك ولد. لكنه نوب علينا عبيط. عاد ياخذها علينا في العباط. نبقيت من بعيد. لا والله عز الله ونعم. يا نواف شلونك طاهر طيب؟ ها؟ من تصوير السناب. ايه عبيط. ترى نعده واحده منا. ما يحتاج عند ربعه واخوانه. اخونا والعماني والسعودي شيء واحد. عز الله. اي والله. شلونك على البه؟ عساك طيب؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله خلاص تمرنا انا على دربك. الله يسعدكم. الله يبجيك. هذا والله اليوم الزين اللي فرحتوا فيه. والله ودنا انكم تشدون حيلكم شوي ما نبيكم تطلعون في ابراهيم. لا ابشر بعقل. ولا لازم واحد يطلع ابراهيم غصب. ابراهيم يقعد هو فينا فينا لكن مره الله 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 يعينكم. لكن عسى الله يجمنا. اجل اخربوها ها؟ الله يعينكم. يحرك صوت الرايه خلاص درجاتهم كل ابوها تمام لازم يطلع واحد سلام. ما يصير يطلع لقب التمام بالله ما هي فقرات كل له نقاط اللي يجاوب ولا الكوتش مثلا اذا درب وطلع مضبوط له 2000 ولا 1005 فكل على حسب درجات بعضهم يرقد ويهمل الكوتش ويهمل العالم ويهمل لا شيخ الله يكرمك ترى الرياضه العصريه هذه واللياقه ترى زين للانسان اكيد ودنا بس والله اعلمهم اقول فقره والله اعلمهم اقول فقره الكشت مهمه ومنها درجات كشت لكن ما بعدين المفروض كل ليله يدربكم واحد يقول رشيد الظاهر عنده خلفيه عن الرياضه لا والله انا عندي علوم شوف ساعدكم خلوه على راحته انا متاكد انه بيبدع هو بيحرولنا بنعم هرولة وحركات دي بنعم وبيعلمنا الرمايه أشوف والله أول بيحطك النصاع. يشيل بيساعد عينه تجي الطاقة وتعود. والطبخ لا ترقدون عنه. أنتوا عاد كلكم ما تحتاج عارفين تعرفون العلوم كله. لا بيشيل بعجب عينك. وأهم شيء الصلاة الصلاة. الصلاة هو بالنسبة أنتوا دائما تكلمون عن الوقف. الوقف حقيقة شيء طيب. نعم. في الدنيا وفي الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالشيء هذا وقال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه اشار باصابعه السبابه الوسطى ويمشي لك حتى بعد الممات مرحبا مرحبا العبوا يا رجال العبوا العبوا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله يا مرحبا يا مرحبا هذا جاء اليوم جاي سواء سعود حط سواء على الرياضة. الله يبقيك طاولة. لا لا شيل شيل شيل. سلموا عليهم عطوهم عطوهم. شيل شيل. ارحب. تبع المعنى. الله يصلحكم. احنا جايبين لكم دور تكون. الباقي خلوه زين اخر الليل الظهر يحكم جوع يا مرحبا شلون انت حافي والله وش اقول من ربع خلف خالك والله نعم وشلون عسى طيب عسى يروح ويجي عسى الله يمتع بالصحة الله يمتع بحياته امين هو اللي مثله يندعى له طعمك بالعلم وغانم ما عليك زود الله يبو والعافيه ما عليك زود هذا شاعر الوطن ما عليك زود ما عليك زود الله يبو ابشروا بس انت لا تخلوها رسميه خلوها رسميه مرحبا بك المقدم لازم عاد له وضع خاص ما
تفسحوا خل اهلهم يجون خلهم يستانسوا. هذا ايش اسمه؟ الله يبقيك طويل. شلون صحت؟ يا مرحبا. عساك طيب. من العلميين المتميزين حقيقة اللي تابعوا وقدروا ونحب والله يكثر ذلك. الله يبقيك طويل. هي الوردة هي. تعني والله هدوء. سلمي. ماي واسطة. شيس بس. شو ده الوردة؟ من قدك. وردة جودها معك يا شيخ تضيع. جودة وردة تضيع. بيضيع بيحملها مثل رامي محمد. لا خلاص تعطها رفقتك. والله انا اكثر من جاي الورد على بالدروج نجمعها. لك هذه الوردة غير. ايه انا حي الارانب ولا انا حي ورد؟ يا حلال حلال. ايه عبد الله شلونك؟ الله يحييك. هذه وسعه مباركه. شلونك؟ يا مرحبا والله مسهلا. الله يحييك. يا مرحبا والله يا مسهلا يا مرحبا. شلونك؟ كيف الحال؟ الله يحييك. كيف الحال؟ طيبين؟ والله مشكور الحمد لله. اشتقيت لك العافيه بعيد. البيت. اعطيني صدى. خليني اعمل بقين. ايه فقرة مهمة وايش فقرة الكويس عندنا رجال عنده بيتين ابو سمعكم والله دخلت من تشع وتهيط شوي سلام سلام يقول سلام الله على الابداع والواقع يا الابداع وفي جنتل نشوف ابداعهم بالصوت والصوره تنافس والتنافس ينقلونه بجمال انواع وهذا مصنع الابطال كل يحتمي دوره سلام عليكم انتم تستاهلون قصائد لكم كذا الله وجهك الله وجهك يحضر الحين ونعم الجميع نواف الخلوي شلونكم مهندسنا الله يسعدك عساك طيب عمرك عبد الله شرفتونا والله اليوم والله شرفتونا والله ابشرك طيبين كلهم ابشرك بخير ونعمه يلا لك الحمد ها لو انك لو انك محل السلام لو انك محل الله يصلحهم يا رب شلونك استاذ يلا كلش تمام يا مرحبا والله ما استاهل والله من كثر ما اشوفكم شاشه كل يوم اي والله هذا والله يبي كلكم اخوان طول العمر صدق التلفزيون ذا ما عاد عيال في قاتل الواقع بس جميع القنوات تكبرها يا مرحبا كبر المزرعه عاصر وانا عند التلفزيون يعني والله بداكم في المزرعه فيها تلفزيون وفي البيت فيها تلفزيون رحت المزرعه كم تتابعكم جيت البيت كم تتابعكم يا سلام هلا سلطان ايش حالك؟ شلونك طيب؟ عشان جابر هنيه الله يحييه عشان جابر شلو؟ يعني طيب؟ يا خلاص بس جبال لا تفك المهندس راح عندنا امور زينه صدق يلا هلا ها لا لا الامور زينه بطاقات وعليك بالكرو لا لا الزواج لما انا اشتغل اتزوج رفض الشراكه جفال من ارشيد لا 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 الشراكه الغرمه الغريبه رح هنا رجع الشراكه مره يا ارشيد ارحب خبرين ان عندك شيء من جديد انا جاني الحين ان عندك قصيده هو شاعر شيء اوه ما ادري شيء حاجه مانع فيها راعي ابل هو شاعر مانع فيه مره ما تجي عبد الله الحافي موجود ومرحبا ومسهلا مايكي شغال والله ما عندي والله لا قصيد ولا شيء سند على جبل يا ابو بندر والله لاني بشاعر شيء تكسر الجدران وشجر
هذيك الكلبه اللي كسرتها هذيك الكلبه ايه خصم علي ابو سلطان 500 الله لا يعيدها من كلبه حكيك واشكرها سلمتها وين عبد الله حكيك اشكرها اي شيخ طلع ابو طاحور سبيك والله سمحت لي اسبوع مره اول شيء مرحبا والله يا ابو جبر والله الله يطول حياتك انك ذا الليل انت ابو الجميع انت ابو جبر كبرت الوراثه وانا صغير لا ابو الجميع والله يقول مرحبا والله مسهلا الله يجعل ودك في الجنه يقول مواقف الشجعان في يوم المقام مواقف الشجعان في يوم المقام دايم تحدى الرجل في قوه الصبر حتى لو الاحساس من جزل الكلام الشوق يذبح والمشاعر تختبر يا مرحبا واهلين يا الربع الكرام ابو جبر واخوان ابو راجح جبر الله يجزاك ابيض تستاهل الله يجزاك ابيض بيض الله وجهك يستاهلون يستاهل الطيب لحن قصيده حق لحن ولا اللحن لا شد اللحن سعد لا الله بيجيكم بيجيكم يرجع يحضر على السوق ايه ياخذ له فره ذات نبيتي جفال صوتك زين يا جفال جفال تغني اليوم لا غن عادي غن جفال تراه من الصباح ما رقد لحد الان ايه مبي غن غن يا جفال جفال غن اي شيء اي شيء ما عندي سيدي يا رجال عادي اي شيء والله ما عندي على المرة الثانية لا تخذونا على قصاء يلا يجي اللي ما عنده شيء تعال جنبي هذا خوي من أوراق ما عنده شيء مثلي عشت والحقيقة بعد نشكر جمهوركم اللي خلف الشاشات في دعمكم وتبرعه في الوقف حقيقة يشكرون على دعمهم وعلى وقفتهم معكم كلكم لازم لكم الموجودين حول الغايبين جمهور جبر جمهور العيال اللي ما محضروا معنا الان وما نبوصيكم في الدعاء لجنودنا البواسل حد الجنوب ترى يستحقون يستاهلون نعم وبيض الله وجه هالفكره ما انا ما هالفكره اللي بيض الله وجهك فكرتك حقيقي سواها قبل كم يوم الله يبيض وجهك يستاهلون الدعاء عز الله نفسنا يستاهلون من التقدير وهم يستاهلون كل شيء انا اشهد بالله من جبر ما انت ما عندك شيء من الابيات يا جبر ما خلاص والله انا مشكلتي محرف غشيت مبدلهم ولا والله الجلسه هذه حقيقه ما تنفع ودك الرجال اللي حافظ له شيء والله كلمه خل شعبي خلاص من ورا كان جبر اي ومن قدام ابو جابر طبيك لما قدام بيروحون بنخلي عبد الله وجابر خلاص خل عبد الله لا والله شوف ما شاء الله عليهم ايه سعود استريح انت تقهوى لا حمد قال خلاص يا ناس خلاص استريح والله انت خلاص حمد ايش حلفت انا صب لنا شاي وخلاص يلا قعد العب بالعيه لازم تجيبها يا خلها في اخبار خلها في اخبار سلام يا ابي جبر معها طيب فطرات شو العدل لا يوم جبر عليك يا اليوم تبغى يوم مبروك الحين شلون نروح نجيب جبر يوم مسموح كيف نفك جبر خلص الجلده يجي يجي هذا والله الاسبوع مبروك الله يبارك فيك طول عمرك مبروك هو جبر يستاهل يستاهل الطيبه بدايه جنت له وعقبها شفنا الشيبان الله يطول عماركم مو شيبان مو شيبان ها مو شيبان تكبرت الشاي ترى يا رجال شوفتكم ترد الشاي ولد يعني في الجنه حلال العيال انتم ما تدرون احنا نقم الكلام عشان يرد هيكل الله حلو رشيد انا مشتاق لك ارحب موبك موبك ترشيد منصور راجع اخوي هو غير تروع جباز كلها عليك مع لا خليك مع خليك مع يا جماعه ارحب يا جماعه خليك مع يا جماعه رشيد وين يا باكر رشيد يا حلال احلى جيب جاي خليك معي يا جماعه خليك معي ارحب راجع تعيش احلى هلا سلم على الرجل سلم اكثر واحد اكثر واحد خليك خليك مع خليك مع ارفع شيء ضبط شخصيه سلم سلم يا رجال احنا بنحضر قطره هذه ايوه هي الحميه لا شيء شيء لا شيء
جيبها عندنا جيبها عندنا خلها خلها طيب يا ابوي كلكم بس ان شاء الله طيب مرحبا والله ان شاء الله خير هاي طيب والله ان شاء الله الله يسعدك يا ابو جعفر طيب الله حيه الله حي مرحبا الله يطول عمرك الله يحييك ان شاء الله الامور طيبه جن الله فداك شلونك يا جبل يا مرحبا يا ابو شلونك شلون صحتك خير جبال جبال بعد امسك فخورين فيك يعني فداك وزملاء كثيرون عليك يعني فداك والرجال اللي خاور ري ذرا ان شاء الله ما عليه خلاف الله يخليك يطول عمرك كم يقول مرحبا الغانمه الرجال المصريين يعني فداك والله يكثرن ذلك الله يطول عمرك وحنا ترى يجينا مملكة الحال اليوم كله الله يجعلنا فداك والله هذه المرحبة نعم صلاة صلاة وترى أنا والله يوم يجي البرايم يطلع واحد أن كل أبونا نحزن عليه الله يخليك ما ودنا منكم أحد يطلع لكن ما نبوصيكم فالصلاة حافظ على نقاطكم منصور منصور خلو 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 لا أحد يجي لا أحد يجي هو ما عنده هلا رشيد يتفكر في رشيد ليله كله في وردة يا حلو هذا غلط هو قايل نزل خطره خلينا لا لا هذا ما يتناسب لي كاتب لي شنو بصراحه يا مرحبا الله حي شنو صح شنو صح ساك طيب يا مرحبا والله هو يسهل الله يبارك مرحبا بكم مليون نشكر جمهوركم بعد الله يطول عمرك والله يريد وجيههم اللهم ويستاهلون الشكر والثناء هم اللي يدعمونكم بعد الله سبحانه وتعالى احنا ويا ذا الجمهور مع نعم احنا وياهم واحد عائله واحده نعم لا تنسوا لا تنسون الدعم الوقف ترى هذا هو ثمرتها الحياه عز وجل نعم ابشرك دخلت البرنامج قبل ادخل البرنامج اخواني اخواني عبد الله شايب وجفار هذا كنت تحب الشاي ابوي جنب ذاك اقول قبل ادخل برنامج اخواني عبد الله ومنصور وجفار واول بعد ما دخلت اخواني 24 رجال عانوا اللي تشوف ابو جابر جعني والله دراسه خلاص الله يخليهم والله انا كلنا والله العظيم وانا تراني قايل لهم قلت لا خلصتوا من القناه وبرنامجكم ما نسمح لك تزورونا في الغريف وزيارات عند راتش ما بعد جيت الغريف عاد ابو جابر قد جاء الغريف لكن الربع الوقيت على كيفكم انا عزمتكم لكن الحين ابوي اللي عزمكم مالكم عذر مره والله يمشي المعجب عليك مرحبا والله مرحبا جميل الغرفه لها مميزات هنا كل شيء كل شيء كل شيء جاهز هو انت تجون بس محفولين مكفولين امير على طول ما عاد اي سلام خلاص جابر اليوم من اسمع يا ابو عبد الله جابر الحين ما عزمني اليوم ما رقد وانا ما نبجي واللي راس لكم هنا يوم نزلت مع الجدية أنا ما ها وين جاي تربة ها أنا ما أنا ما هو معني جايك أنت أبو جابر يومني معزمك أنت رايح محل ما يحتاج أنا أقول صاد عزيمة عداك ما يبرك جاي طيارة جاي طيارة الرجال تعبان سم نقول جبر اللي خاوي ريدوله ما عليه خوف واللي عليه مثل جبر ما عليه خوف عليك لود أبو هادي طول عمرك يا ابو هادي اول شيء يجمل روحه ويجمل اللي وراه الله يخليك لي انتم بعد مجملين كلكم والله افخر فيكم كلكم حقيقه بدون استثناء والله اني ما اشوفكم في الشاشه اني ما اقدر اميز واحد عن الثاني كل ابوكم من طيبكم طيب تنافسون على العلوم اللي ترضى الله سبحانه وتعالى وترضى رسوله صلى الله عليه وسلم في دعمكم الوقف في كلامكم اللي بجمل في القاءاتكم في مسابقاتكم في طرحكم كل حقيقة شيء ينومس اللهم لك الحمد وحنا في كيان الواقع اللي كل من جاه عين خير ونجح أشكر قناة الواقع والقائمين عليها كلهم الشيخ إبراهيم الحسين كلهم دون استثناء أبو صالح لا مقدمينها ولا رئيس القناة ولا كلهم جعل عمرها مطوال الله يبيض وجيههم الله لونهم لو يسمعونا يا أبو طاحوس سبه شكوى طيب عطنا هم مشكلة خلنا خلنا نعلمك أول شيء خلوا أبو جابر يعطينا الله يبيض وجيههم والله إن اجتمعنا أول الزمان على اجتماع طيب على كلمة طيبة على رأسهم الشيخ إبراهيم الحسين الله يطول عمره لا هو ولا المذيعين الإعداد كامل حق القناة الله يبيض وجيههم والله إنهم يطمحون للشيء والله العظيم لأنكم تسمعون وش هم يعني الخطط المستقبلية إن قناة الواقع من تطور في تطور الله يبيض وجيههم ومدام راس الهرم موجود جعل عمره طويل لا هو ولا اللي من تحته كلهم الله يطول عمارهم وهو ما فيه اسم رئيس قناة ولا كلهم واحد لا من والله عندي كلمته قال لا مني ولا من أصغر واحد في القناة الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه جميل يستاهل لو تسمعون كلامه اللي هو يقول والله العظيم انكم تفتخرون انكم تكونون من هذا الكيان ذا الشيخ إبراهيم احنا نفخر نفخر في الكيان هذا
مسؤولين كلهم، لا مسؤولين القناه ولا متسابقين حقيقه. الله يطول عمرك يا ابو. ولا ودنا ما خلينا نطلع عمرك واحد. هذا برنامج عشان عريجه كلهم. اسمعنا يا ابو عبد الله، الحين حتى لو طلعنا ولاءنا يكوننا في القناه. اي والله صدق. طلعنا منها ونعود عليها ونروح مره. احنا وياها واحد. قناه الواقع لها فضل علينا بعد الله، هي اللي ظهرت لنا الجمهور، هي اللي كونت منا رجل مبدع. الله يبيض وجيههم ليهينهم، واللي يجحد المعروف ما في خير. نعم. والله لو ما نجلس في القناه ذي الا يوم. ان طالعين في شيء كبير. يا سلام. الله يبيض وجيههم ليهينهم ومعروفهم في رقابنا لين نموت. يا سلام. قناه مشرفه. أيوة المسلمين عليها ومسابقين فيها وكلها مشرفه. الله يطول عمرك. يا مرحبا يا دفاع. نوم. طيبين. خليه يسلم عليك. يلا. اسلم. اسلم. ترحيب تلكم وانتم تستاهلون. الله يطول حياتك، هذا من طيب راسك الله يحفظك. جاهز ما شاء الله. قول ما شاء الله. الله الله. يا مرحبا ترحيبة تنهى من زبير القنيثة. الله الله. الليل يا هلا تسيل الديرة ودياناها. عز الله انك يا جابر هنا سفير للغريب ومثلت ربعك والمراجل كذ كسبت عناناها مثلت ربعك والمراجل كذ كسبت عناناها. ما الله في السالو الله يبيض وجيهكم. عبد الله على البيتين اللي قلتها. الله يبيض وجيهكم ولا انتم غد وجل عماركم طوال وجعكم والله تسلمون. ويا مرحبا يا ابو جبر، لا انت ولا الربع اللي معك كلهم ويستاهل جبر. وان شاء الله الاسئله هذه ان شاء الله على اخوانها الباقيين ان شاء الله. ما عليك طيبه. الله يبيض وجيهكم وبنطلع فاصل. اوكي خلاص انت استريح استريح مع الشباب. ايه انت استريح. لا لا خلاص شوي دقائق بس. عسى اللقاء يا اجمع الاحباب والهمة ضاق الفضاء يا كفوف الوصل والصدر ضاق وانا بروق اللي جاي